السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، حياكم الله ومرحبا. التجربة الأولى للمسبح ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا أنا سويتها بطريقة ثانية بدون فلاتر بس فيه نوافير. هذا المسبح، طبعا المسبح هذا 5×3، عمق هنا 1.70 متر وهناك عمق 1 متر مدرج. المسبح طريقة فيه هنا يجي 3 نوافير وهنا يجي 3 نوافير. كيف تشتغل النوافير وكيف أقدر أفضي المسبح؟ تعالوا أوريكم. طبعا علينا لا تلاحظوا الموية علينا شوي، ترى كان اليوم علينا عج. شفت الماسورة هذه؟ هذه ماسورة 10 بوصة، زرعتها من تحت جبتها لين طلعت من هنا، ممتاز. هذه بقصها لين هنا وابني عليها غرفة تفتيش. قصها بنحط لها غرفة تفتيش. الماسورة هذه هي اللي مغذية النوافير هذه، 3 نوافير ترش من هنا و3 نوافير ترش مع الجهة الثانية. بينزل غطاس 1 حصان هنا، بيطلع منه محبسين، محبس يروح للنوافير ومحبس يروح وين؟ للسقاية. يعني استفدت من المسبح هذا سواء بسقي فيه الأشجار أو بكل السباحة. طريقة وش هي؟ الماسورة 10 بوصة جاية طالعة من هنا. طبعا هذا الغطاس اللي بننزله قوته 1 حصان، يركب اللي هنا نزله داخل ومسكه كذا، يا سلام، بينزل هنا ويطلع السلك. طبعا هذا بيتقص الماسورة، بتحط غرفة تفتيش. اللي اللي هنا بيطلع وبيخش في الماسورة هذه بحيث انه يغذي النوافير، ويطلع ماسورة ثانية محبس ثاني نسقيه بالنخيل والاشجار. الطريقة هذه اعتقد لاصحاب المزارع والناس اللي بعيدين عنهم الصيانة، حط له مسبح معقول زي كذا، تبرد هي الصيف ينبسط. زرع له ماسوره زي هذه، شوف 10 بوصة كوع، وبعدين راجع كوع ثاني هنا طالعه هنا، نزل فيها الغطاس ما يبقى ولا نقطه في المسبح. الميول عليها وهي اقل مستوى من المسبح، فتسحب المويه كلها. ايضا شغل نوافير زي المسابح الثانيه، بنبدا ما يكون، وفي اضاءه، تشوف الاسلاك حقت الاضاءه. طبعا ممكن تقول شلون حط كهرب؟ هذا كهرب دي سي، يجي كشافات دي سي زي كهرب السياره، يعني ما تشفط لا في مويه، لو تمسك بيدك ما عندك مشكله. هنا كشافين وهنا كشافين. طبعا هذا في الشاليه الواسط، الشاليه هذاك لا، مسبح اكبر وفي 6 كشافات. قياس المسبح هذا 3×5 في عمق 170، انا خليت 170 على اساس لو وقف الواحد ما يغرق. 170 ومنك متر مدرج. مبسطوا فيه اليوم؟ حلو السباحه؟ بالنسبه للشاليه الكبير والمسبح الكبير هذا بصور لكم تشوفون الان، كبرنا 4×6. هذا نفس الفكرة، هنا متر بعدين نزول، وهنا لا، هذا خليته عميق شوي، خليته 2 متر صافي بحيث اني اقف تطين الموية. وهذه الماسورة نفس الماسورة، نفس الطريقة نفس الماسورة. وهذه هنا شفتوها؟ طبعا ليش ما نزل هذا؟ لانه باقي لها قص، نبي نقصها على حد البلاط خلاص، يصير من يوم نغسل المسبح تنزل الموية هنا. الطريقة هذه المسابح ترى غير مكلفة، لكن لما تسوي مسبح بالفلاتر وكذا بالعكس شيء جيد ممتاز، ولكن ترى مكلف، الا اذا كانك في موقع المويه صعبه عليك ولا انت مستفيد من المويه، بتفرغها مثلا في الصرف لا، اما اذا بتفرغها في سقايه تستفيد منه كمسبح وبركه للسقايه. هذا نظام اكبر شوي، في 4 نوافير وفي 3 كشافات. اللي يسأل عن طريقه بنيان سهله، ابي اشرحها لكم. اول شيء حفرنا بالميول، تشوفون هناك متر وهنا 2 متر على الكسرة هذه، بعدين صبوا صبة نظافة، بعدين بنوا بلك 15. المشكلة انه قد بلطنا، ولكن انا اوريكم اياها هنا بلك 15. بعد ما بنوا الداير كامل بلك 15 سلحوا حديد ورفعوا. بعد ما رفعوا الحديد صبوا الصبة النهائية حقت الأرضية على الحديد، سماكتها تقريبا ما بين 10 إلى 15، 12 تقريبا سنتي. بعدين بنوا بلك 10، خلوا بينه وبين ال 15 سنتي، يعني في فراغ بين البلك ال 15 والبلك ال 10 15 سنتي، وسط حديد، وبعدين عبوه صبة، فارتبطت الصبة اللي هنا مع الصبة اللي تحت خلاص. بعدين عاد بلطوه اللي انتم تشوفون، وحطوا الرخام الخشن هذا ليش؟ علشان ما يزلق احد. نبلط اول ما جبت له، عكسه حط النعم فوق، تحب تبي تكسر رؤوس مزلقون خليه كذا. هذا اخذته من طريق الخرج ورخيص ما هو بغالي. وهذه طريقه المسبح،
طبعا في ملاحظه لابد ينتبه لها الواحد، شفت الرخامه هذه اللي جنب المسبح؟ لابد تكون ارفع من كسر الرخام. ليش؟ على اساس لو غسل كسر الرخام هذا او الحجر العشوائي او طلع مويه من المسبح ما ترجع المسبح. فلابد ان الدائري هذا يكون ارفع تقريبا ب 2 سم فقط يكفي. حبيت يكون مكان المسبح جنب الكوخ.